طبعا الاستثمار في مصر استثمار واعد، وشركة اتصالات لما بدأت هذا الموضوع 15 سنة جت اليوم من خلال المشاركة في هذا المؤتمر المتميز إبراز نجاح هذه الاستثمار على مدار 15 سنة. مثل ما قلنا خلال السيشن، المستثمر الذكي هو اللي يستثمر في مصر، لأن مصر موجودة ومصر راح تبقى وراح تبقى قوية جدا. الاستثمارات الإماراتية في مصر هي بتعكس تقدير الإمارات لقيمة مصر. مستقبل هذه العلاقات هو بلا نهاية، هو مستقبل ممتد إلى لحظة فناء الأرض، لأننا لن نجد شعبا أقرب إلينا وأكثر محبة من شعب الإمارات. اليوم من خلال هذا الملتقى حدث عن الكثير عن القطاعات اللي بيتحدثون عنها. أنا تخصصت في القطاع الاقتصادي. اليوم القطاع الاقتصادي هو قطاع مهم وجذاب بين البلدين، كما قال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي في تغريدة له: الاقتصاد قبل كل شيء والاقتصاد هو كل شيء، وهي اللي تربط العلاقات ما بين أغلب دول العالم. لكن علاقة دولة الإمارات بمصر هي ليست علاقة اقتصادية فقط، إنما علاقة أخوة، علاقة محبة، والاقتصاد جزء لا يتجزأ منها. وجود علاقات عربية بينية هو فيها تدعيم للشأن العربي ككل. فأعتقد لو القناعة دي يعني تمكنت من العقول الذين يديرون، أتصور أن الأمور هتكون أفضل بكتير في المرحلة الجاية. والله إن شاء الله راح تكون 50 سنة انتقالية متميزة، راح تعتمد تنظر إلى 50 سنة اللي عدت كسنوات كان فيها التعاون مثمر، والسنوات الجاية إن شاء الله يثمر عنها يعني شركات كبيرة راح ما تخدم بس البلدين، راح تخدم العالم بشكل عام.